السلام عليكم، اهلا بيكم في قناتي، قناة وصفات مع جيجي كل حياتي. النهاردة يا حبايبي هعمل لكم وصفة جميلة جدا علشان شعرك يبقى لونه اصفر بطريقة طبيعية خالص بدون اي كيماويات. هتحصلي على شعر اشقر مايل للصفار، شعر جميل جدا ولون جميل جدا بدون اي كماوي. هنعمله دلوقتي مع بعض بمكونات سهلة وبسيطة خالص، صحيح المكونات كتير بس موجودة عندنا كلنا في البيت. مكونات طبيعية هتعجبكم الطريقة بإذن الله. يلا بينا هنقول مع بعض دلوقتي المكونات بتاعة الوصفة بتاعتنا. مكونات الوصفة بتاعتنا يا حبايب قلبي، هنحتاج معلقة ونص من الكركم، طبعا كلنا عارفين الكركم عشان اللي مش يعرفه اهو كركم الأصفر. وهنحتاج ليمونتين، هنجيبهم وهنعصرهم بالشكل اللي احنا شايفينه ده اهو يا حبيبي. وهنحتاج الخل الابيض العادي بتاعنا اللي هو بتاع الطعام، وبرضو هنحتاج خل التفاح، هنحتاج منه معلقتين من خل التفاح. والوصفة المكونات اللي احنا قلناها دي كلها هنحتاج ليها 3 معالق من الحنة، على حسب بقى طول شعرك. لو شعرك طويل قوي ممكن تحطي 10 معالق من الحنة، وهقولك العشر معالق عليهم ايه، وهقولك الثلاث معالق عليهم ايه، وتزودي الكمية لو انت عايزة تزودي. وطبعا هنحتاج مية للعجن بتاعنا اللي احنا هنعجن بيه الوصفة بتاعتنا دلوقتي. يلا بينا حبايب قلبي نعمل الوصفة. بس متنسوش حبايب قلبي تشتركوا في قناة جيجي كل حياتي وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. هتضغطي على زر الاشتراك هيظهر لك الجرس، هتضغطي برضو على الجرس علشان كل فيديوهاتي اول ما تنزل تكوني اول واحدة تشوفيها بإذن الله. ويلا بينا حبايب قلبي نعمل الوصفة مع بعض. ادي دول يا حبايبي الثلاث معالق بتوع الحنة، دول ثلاث معالق الحنة تمام. هنحتاج عليهم معلقة ونص من الكركم. طيب لو انت مثلا شعرك طويل وعايزة تحطي 10 معالق من الحنة او 8 معالق من الحنة، هتحطي عليهم 3 معالق من الكركم. العشر معالق حنة عليهم 3 معالق كركم، لكن دلوقتي احنا هنعمل الوصفة ديت بثلاث معالق حنة وعليهم معلقة ونص من الكركم. دول معلقة ونص انا ضبطاهم اهو زي ما احنا شايفين كده. هنقلبهم كويس جدا مع بعض عشان الوصفة تكون متجانسة مع بعضها بالشكل ده. هنقلب الحنة مع الكركم. طيب احنا قلنا هنعصر ليمونتين وهناخد العصير بتاع الليمونتين. احنا دلوقتي بقى هناخد معلقتين بس من الليمون وهنسيب الباقي هناخده. هقولك هتستخدمي امتى بعد ما نخلص العجن، في ليمون معلقتين كمان بس هقولك هتحطيهم امتى على الوصفة بتاعتنا دي ماشي. وهنحط معانا برضو معلقتين من خل التفاح، ادي معلقة وادي معلقة تمام يا حبيب قلبي اهو. و هنبدأ بقى نخلطهم كده مع بعض. هنحتاج برضو معلقة من الخل الأبيض، احنا حطينا معلقتين من خل التفاح وهنحط معلقة من الخل الأبيض تمام. بعد كده بقى هنقلبهم كويس جدا، وهنستخدم طبعا المية حسب العجن وحسب ما نشوف العجينة معانا هتعمل ايه. نحط المية حسب العجن اهو، وهتقلبي كويس جدا بالشكل ده. طبعا المية بتبقى حسب ما انتي هتعجني الحنة بتاعتك، مقدرش احدد الكمية بتاعت المية لان ممكن تحتاج مية اكتر، بس انا هوريك دلوقتي قوامها احنا عايزين قوامها يبقى ازاي علشان تعمليها زي ما انا هعملها بالظبط. نحتاج برضو شوية مية كمان
وهنرجع نقلب تاني. الوصفة دي يا بنات جميلة جدا جدا، وبتعمل الشعر اصفر جميل جدا، مش اصفر اللي هو الصفار لا، يعني اللون الاشقر ده، جميلة جدا جدا وهتعجبكم، وحاجة طبيعية ما فيهاش اي كماوي خالص اهو. هنحط برضو شوية مية تاني، يعني المية طول ما انت بتحطي كده تحطي وتقلبي، يعني مش عايزاكي تحطي مرة واحدة عشان ما تبقاش طرية قوي معاكي، فاهماني؟ وتقلبي برضو كده بالشكل ده كده. حبايب قلبي الوصفة بتاعتنا تعتبر كده عجناها اهي، وعجناها كويس جدا، حطينا عليها المكونات بتاعتنا اللي احنا قلناها. طيب بعد كده بقى هتعملي ايه؟ هتغطيها بكيس نايلون وهتسيبيها 3 ساعات علشان تخمر، يعني 3 ساعات تسيبيها عشان تخمر. بعد ال3 ساعات بقى هتستخدميها ازاي؟ احنا طبعا كنا قايلين ان فاضل معلقتين من الليمون. طب معلقتين الليمون دول احنا هنحطهم بعد ما العجينه تخمر، يعني بعد ما تخمر العجينه بتاعتنا خلاص وعد عليها 3 ساعات، هتحطي معلقتين الليمون اللي باقيين، بقى معلقتين واحنا بنعجنها ومعلقتين بعد ما عجناها وسبناها تخمر. طريقه استخدامها بقى ازاي يا حبايب قلبي؟ طريقه استخدامها طبعا هتغسلي شعرك، او ممكن تستخدميها وشعرك ناشف عادي زي ما انت عايزه، وهتجيبي الفرشة بتاعتك او بايديكي خصلة خصلة تحاولي تدهني من ارضية الراس. عايزة اقولك ان الوصفة دي غير انها بتصفر الشعر يعني اللون اشقر، كمان مغذية جدا جدا وتعتبر بروتين للشعر. هتفرقي شعرك كده خصلة خصلة وهتدهنيها كويس قوي، وبعد ما تخلصي شعرك كله تغطيه بكيس نايلون او بالبوني بتاعك او بالنايلون بتاع الجبن ده اللي هو البلاستيك، وتسيبيها على شعرك. كل ما تسيبيها اكتر كل ما هتحصلي على اصفرار اكتر للشعر ولون اشقر اكتر. دي كانت وصفتي النهارده يا حبايبي، وصفه سهله جدا جدا ومكوناتها بسيطه وهتجيب معاكي نتيجه رائعه جدا. انا على فكره هعمل دلوقتي الوصفه ديت، يعني انا عملتها وهعمل بقى شعري دلوقتي عشان برضو استفاد بالوصفة. تمام، دي كانت وصفتي النهارده حبيب قلبي، وصفة سهلة جدا جدا. بعد ال3 ساعات بقى او 4 ساعات حسب ما انت عايزة تطولي المدة عشان تحصلي على شعري اصفر زي ما انت عايزة، تغسليها عادي بالشامبو بتاعك او بالصابون، وان شاء الله باذن الله تحصلي على النتيجة اللي انت عايزاها. عايزة اقولك برضو ممكن تكرري الوصفة دي مرتين، يعني ممكن تعمليها مرة وتاني مرة، يعني اللي شعرها داكن قوي قوي مش هتيجي معاها من اول مرة، لازم تعمل مرتين وان شاء الله باذن الله تجيب معاكم نتيجة. حبيب قلبي دي كانت وصفتي النهاردة، اتمنى انها تعجبكم ان شاء الله. وطبعا اذا عجبتكم الوصفة ما تنسوش تعملوا لايك لجيجي، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس على زر الاشتراك، واستنوني الوصفة الجاية مع وصفة جديدة مع جيجي كل حياتي.